السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كيداير لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وبصحة جيدة. اليوم الإخوان حنا تنتواجدوا بحيرة ويوان. هذه البحيرة هذه الجميلة بزاف اللي رائعة صراحة الله، اللي أول مرة كنشوفها وتبهرت بالجمالية ديالها وبالطبيعة المحيطة بها والمنطقة فين جات، منطقة رائعة الإخوان. أنا نقول لكم فين كاينة إن شاء الله باش إلا بغيتو تزوروها الإخوان. هاد البحيرة هذه اللي حنا دابا شادين لها الطريق كتواجد في واحد الطريق اللي قريبة لمنابع أم ربيع، تقريبا بالضبط واحد 12 كيلومتر من أكلمام أزكزة. وانت جاي من مريرت الإخوان تتمشي لمنابع أم ربيع، والمنابع أم ربيع كتش الطريق لأكلمام أزكزة، وفي الدخلة لأكلمام أزكزة كاين الطريق اللي تسديك الأزرو عبر طريق ديال عين اللوح. تقريبا تتشد الطريق واحد 12 كيلومتر من الكروازمون او من الملتقى ديال الطريق اللي تدخل اكل مازكزا، تتشد تقريبا واحد 12 ولا 14 كيلومتر بالضبط حتى كتوصل لهذا المدخل. هذا المدخل ديال بحيره دويوان اللي هي بحيره جميله بزاف. تقريبا الاخوان 12 كيلومتر ما بين الملتقى ديال الطريق ديال اكلمام ازكزا وانتشر الطريق لعين اللوح باش تمشي لازرو. قبل ما عين اللوح كاينه هاد الدخيله هادي ديال هاد البحيره زويونه بزاف، بحيره تويوان بحيره جميله بزاف وفيها مناظر خلابه بزاف، فيها بليصه فين تجلس انت والعائله ديالك الا بغيتوا ترتاحوا وتشدوا راحتكم. طبيعه خلابه، جو رائع، مكان صراحه الله لا يوصف، مكان رائع اللي نتمنىكم ان شاء الله تجيو تزوروه في مقارب وتمتعوا بهذه المنطقه هذه الرائعه وتكتشفوا جماليه وسحر هذه المنطقه هذه اللي تبارك الله تتمتاز بجميع بزاف ديال المزايا. الهواء النقي والطبيعه الخلابه، وصراحه الله بعد المناطق في المغرب مناطق رائعه. نتمنىكم ان شاء الله تزوروا هذه المنطقه عن مقارب ان شاء الله. البحيره هذه اللي تقريبا المساحه ديالها 16 هكتار، بعد ما قمت بواحد البحث عليها في الانترنت لقيت ان المساحه ديالها الاجماليه كتجاوز 16 هكتار، والعلو ديالها عن سطح البحر تقريبا 3 كيلومتر. يعني الهواء هنا غيكون رائع. والاخوان هذه المنطقه هذه مشيت لها انا في فصل الصيف، وان شاء الله نتمنى انني نزورها في فصل الشتاء فاش تكون هذه المنطقه هذه مكسوه بالثلوج باش نشوفوا هذه المنطقه كي دايره. منطقه رائعه، وفاش مشيت لقيت الناس بزاف اللي تيعرفوا هذه المنطقه وزاروها. اللي بغيتي دير واحد مخيم في الطبيعه، احسن بلاصه ممكن دير فيها مخيم وهذه البلاصه ممكن تجي تزورها، قريبه بزاف المناطق بحال دابا الناس مكناس يدوزوا ازرو يشدوا الطريق ديال اللوح، وكاين عاوتاني الطريق بحال اللي تمشي للمنابع من ازرو تمشي للمنابع مرورا على عين اللوح. هذه المنطقه رائعه، واذا كنتي جاي من مريرت غدوز على المنابع هما الاولين وغتشد الطريق ديال ازرو بحال اللي غادي لازرو. المهم كاينه في الملتقى ما بين عين اللوح واقل ما مازكزا والمنابع، انتم تشوفوا الاخوان هاد البلاصه الرائعه فيها البط، فيها الناس تيعوموا، مناطق صالحه للسباحه. نتمنىكم ان شاء الله تجيو تزوروها وتشوفوا الجماليه ديال هاد البلاصه هذه. وباش ما نطولش عليكم الاخوان نخليكم تستمتعوا مع الجماليه ديال هاد المنطقه هذه. وشكرا بزاف على المتابعه، وما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك ما فيها والو الاخوان، واعطونا الراي ديالكم في هاد الفيديوهات ديالنا. قولوا لنا واش تيعجبكم ولا ما تيعجبكمش، وقولوا لنا اذا بانت لكم شي معلومات اللي ناقصانا زيدوها لنا وفيدونا. وشكرا بزاف على المتابعه، وكملوا الفيديو حتى الاخر واستمتعوا بهذه المناظر هذه الطبيعيه، وشكرا بزاف.